أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض كلنا آتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله.